إنه الحبيب يا محب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، كلامنا في هذه الدقائق المعدودة سيكون حول صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء وصاحب الشفاعة والإسراء. إنه صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المولود. إنه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي المعظم في صورة عمة. إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. لا يستطيع الواحد ولو أوتي فصاحة قس أو سحبان أن يحيط بفضائله على الإنس والجان. وأنى لقطرة ماء أن تصف البحر الخضم، وأنى لحبة رمل وتراب أن تصف جبلا شامخا أشم. أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب. ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب. ولو أن كل العالمين تألفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأقصرت عنه هيبة وتأهبا وخوفا وإعظاما لأرفع جانبي. فرب سكوت كان فيه بلاغة، ورب كلام فيه عتب لعاتبي. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. لقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء والرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى من أولي العزم الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على جميع خلقه. إنه الحبيب يا محب. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. والله وبالله وتالله لا يعرف قدر الحبيب النبي إلا الرب العلي. لقد زكى الله نبيه في كل شيء، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى.
إنه الحبيب يا محب. زكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكى طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكى حلمه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن دلائل مكانة الحبيب النبي عند الرب العلي أن الله جل وعلا ما نادى أحدا من الأنبياء في القرآن إلا ناداه باسمه المجرد، فقال جل وعلا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال جل وعلا يا نوح اهبط بسلام، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولما أراد الله جل وعلا أن ينادي حبيبنا محمدا ناداه بصفة النبوة والرسالة، فقال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولما ذكره باسمه قرنه بصفة النبوة والرسالة، قال جل وعلا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنه الحبيب يا محب. ومن دلائل عظمة النبي عند الرب العلي أن الله سبحانه ربط ذكره بذكره في أربعة مواضع تكريما وتشريفا. الأول ربط ذكر اسمه سبحانه باسم حبيبه كما في الأذان والإقامة والخطب والمجامع والأعياد. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أشهد أن محمد رسول الله. الثاني ربط سبحانه طاعته بطاعته، فقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثلاث آيات في كتاب الله مقرونات بثلاث لا يقبل الله واحدة منها إلا بقرينتها. الأولى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يزك لم يقبل منه. والثانية قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثالثة قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. الموضع الثالث ربط الله بيعته ببيعته
فقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الموضع الرابع: ربط الله محبته باتباعه. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله عز وجل تستوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه وممن يتبع سنته وممن يغار على نهجه وشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم، وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله. صلى عليه